الوغ هنايا نهضروا على القوانين ديال نيوتن. قوانين نيوتن كاينين ثلاثه القوانين. قوانين نيوتن قلنا كاينين ثلاثه القوانين. القانون الاول هو حاله خاصه بالقانون الثاني نيوتن، متشابهين شويه. القانون الاول يطبق القانون الاول لنيوتن. في هذه الحاله يطبق القانون الاول لنيوتن في حاله الحركه المستقيميه المنتظمه. تيكون عندي جسم في توازن، يعني تيكون عندي جسم شبه معزول. هذا نطبقوا عليه مبدا القصور. مجموع القوى اف ديال اف اكستيريور تساوي لنا ام اج، تساوي لنا المتجهه المنعدمه. هذا القانون الاول لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن واللي غنخدموا به بزاف، القانون الثاني لنيوتن يطبق في حالة الحركة المستقيمية المتغيرة بانتظام. في المستوى المتغيرة بانتظام نطبق القانون الثاني لنيوتن. تكون عندك حركة مستقيمية بانتظام، تكون عندك حركة من غير الحركة اللي غتكون عندك منتظمة، فتطبق القانون تاع نيوتن. سيغما ديال اف اكستيريور تساوي لنا ام الكتلة ا جي، ام ا جي في التسارع. هذا هو القانون تاع نيوتن، نستعمله في هذه الحالات هذو. تبع مراحل تطبيق هذا القانون. في مراحل ديال تطبيق هذا القانون تبع معايا شنو خصك دير. اول مرحله خصك دير عمليه جرد القوى، ما تضيعوش عمليه جرد القوى الله يرضى عليك. ثانيا تمثيل القوى بدون سلم. ثالثا غدير لنا هنايا عمليه تمثيل القوى بدون سلم. المرحله الاخرى اختيار معلم، ومهمة المرحلة هذه، اختيار معلم غاليلي مرتبط بالأرض. المرحلة الأخرى اختيار معلم غاليلي مرتبط بالأرض. المرحلة الأخرى غنستعملو كتابة نص القانون الثاني لنيوتن. المرحلة الأخرى اللي هي إسقاط القوى على أحد المحاور المناسبة، وآخر وحدة هي استنتاج المطلوب. هذا المطلوب ممكن يكون طبيعة الحركة، ممكن يكون كتلة، ممكن يكون معادلة تفاضلية، ممكن يكون شدة القوة على حسب المعطيات ديال التمرين. دونك القانون الثاني نيوتن تخدمو به بزاف. المراحل ديال التطبيق ديالو: جرد القوى، تمثيل القوى بدون سلم، اختيار معلم غاليلي مرتبط بالأرض، كتابة نص القانون الثاني نيوتن، إسقاط، ومن وراها استنتاج المطلوب. إذا الآن غناخدو واحد التطبيقات صغارين للقانون الثاني نيوتن، تطبيقات استعمال القانون الثاني نيوتن. القانون الثالث لنيوتن هو مبدأ التأثيرات البينية. شوف معايا مثلا كشكل، ناخذ الشكل اللي قدامنا، جسم في حاله نزول حول وفق مستوى مائل بواحد الزاويه الفا. هنايا عندي واحد القوه بي، هنايا عندي واحد الجسم اس.
لاحظ معايا ناخدوها في الحالة الأولى، التماس، التماس بدون احتكاك، التماس بدون احتكاك. كيفاش غنلقاو اج مثلا؟ اج ولا معادلة التفاضلية السرعة، المعادلة التفاضلية الإحداثية إكس. في هذه الحالة هذه شنو قلنا تنديرو؟ عندك جسم بحال هكا، فأنت إذا كانت عندك مثلا هنا أ وهنا ب مثلا، أول حاجة تدير عملية جرد القوى، جرد القوى. مجموعة المدروسة، عندي الجسم اس، عندي بي وزن الجسم، وعندي ار تأثير، تأثير السطح، تأثير السطح. هذه المرحلة الأولى قلنا. المرحلة الثانية تنمثل هاد القوى هادو، تنمثلهم بدون سلم، بي تتكون دائما قلنا عمودية الخطوطة ديال الدفتر، و اغ عمودية على السطح بحال هكا. اجي دابا رسمو المعلم، المعلم ديالنا غيكون هكا، دايما عمودي متعامدين. هنا اكس حيت الجسم هابط، انا ناخدو اكس وهذا ناخدو ايكغيك. اذا فعوض ملي تدير انت تمثل القوى ترسم المعلم ديالك، تتبدا تهضر بحال هكا. قلنا في معلم، في معلم غاليلي، نسميوه حنا في هاد الحالة شي دي او اي جي، مرتبط بالارض، مرتبط بالارض. نطبق، نطبق القانون اثنان ديال نيوتن. هاد القانون اثنان ديال نيوتن شنو هو؟ هو ان بي زائد ار تساوي ام ا جي. هذا هو كتابة نص القانون. من بعد ما تكون عندك هنا المتجهات، فانت خصك المرحله الاخرى دير الاسقاط، اسقاط على احد المحاور المناسبه. نسقط مثلا، نسقط على المحور، على المحور او اكس، فنجي. شوف شغلقة، غلقة وتولي عندك هذيك بي غتولي سميتها بي اكس، و ار غتولي سميتها ار اكس تساوي ام ا اكس. كلشي غيولي سميتو اكس اكس اكس. وغتمشي نتا غدير الاسقاط ديال بي على المحور الاولاني، اسقاط ديال بي على المحور اكس، هادي بي اكس، هادي الفا ضلع مقابل، اذا سينوس عطينا هي ام جي حيت الجسم هابط، ام جي سينوس الفا. الاسقاط ديال ار على المحور اكس زيرو، راح تبقاش متعامده معاه، زائد زيرو تساوي ام ا جي. ا جي علاش؟ لان ا ايكغيك غيساوي لنا زيرو، الحركة تتمشي وفق المحور اكس. الوغ غنلقاو دابا ا جي تساوي، تختزل ام مع ام تتلقاها هي جي سينوس، جي سينوس ديال، جي سينوس ديال الفا. هذا كمثال لقينا جي مثلا في هاد الحالة هادي. نعاودو كيفاش نلقاو ا جي في حالة مثلا يكون التماس باحتكاك مكافئ لواحد القوة اف. نعاودو عاوتاني نفس المثال، وناخدو قوة بزاف هاد المرة. شوف معايا هنايا السد، الوغ الا خدينا هاد الشكل النيت، ولكن هاد المرة غنديرو جسم في حالة صعود مجرور بنابض مثلا، نابض، وهنايا عندنا، هنا عندنا تماس مكافئ، مكافئ لقوة اف تتكون عكس منحى الحركة وتتكون دائما أفقية. غنمثلو القوى كل وحدة بوحدها، غنديرو عملية جرد القوى. هنا دابا عملية جرد القوى تتم كالتالي، مجموعة المدروسة الجسم اس، عندنا بي وزن الجسم، وعندي ار تأثير السطح، وعندي بعد بي وعندك ار عندك تي ولا اف توتر النابض. شوف معايا السن، المرحلة الثانية قلنا أنا غندير عملية تمثيل ديال القوى، تمثيل القوى الأولى ب هنايا، إر أن التماس باحتكاك تتكون إر هاكا، وتيكون عندنا ناخد لون مغاير على أساس يبان لنا التمثيل باين، حيت غنحتاجوه بزاف.
وهنا تمشي عندك القوه تي. رسموا المعلم ديالنا، المعلم ديالنا متعامد ومنظم دائما. هذا هو المحور، هذا هو المحور اكس، جسم في حاله صعود، وهنايا ايغريك. الو هنا الله يرحم بالوالدين، بعد ما تكتب هكا تكتب في معلم غاليلي دائما، في معلم غاليلي في معلم غاليلي ونسميه ا اي جي ولا او اي جي في الحاله هذه، مرتبط بالأرض، نطبق القانون الثاني لنيوتن. حنا سيدي غنطبقو القانون الثاني لنيوتن، بي زائد اف زائد تي تساوي لنا ام اش جي. نسقط على المحور، على المحور او اكس، هذه غتولي سميتها قلنا بي اكس ار اكس تي اكس. التمثيل ديال القوة اف، هنا جسم هنايا، التمثيل ديال القوة تتساوي لنا ام ا اكس، ا اكس غتساوي غتولي هي ا جي. اسقاط ديال بي، جسم هابط، دونك جسم هابط اسقاط ديال بي غادي تكون هكا، هاد المسافة من مثلا هنا هادي بي اكس، هادي الزاوية الفا، مقابل دونك هي ام جي سينيس الفا. اسقاط ديال اغ على اكس، اسقاط ديال اغ على اكس هي موان اف، هاديك اف اللي قلنا قبيلة، حيت لحقاش تكون عندك على ايكراك هي اغ ان وهنايا اف. اسقاط ديال تي على اكس تا هي موان تي تساوي ام ا ا جي، لحقاش ا ايكغيك تساوي لنا زيرو. اذا ا جي في هاد الحاله شكون هو؟ هو جي. تقسم كلشي على ام، دونك غنضربو في واحد على ام، غتولي عندك هي جي سينيس الفا موان اف على ام موان تي على ام. هذا كان المثال الثاني. الوغ كان هذا القانون الثاني، تطبيقات القانون الثاني لنيوتن. الان غنهضروا على طبيعه الحركه ومعادلات الزمنيه للحركه، غنتبعوا مزيان هنايا الله يرضي عليكم. مقارنه، غنديروا مقارنه ما بين، مقارنه ما بين الحركه المستقيميه المنتظمه والحركه المستقيمه المتغيره بانتظام. دونك هنايا المعادلات الزمنيه للحركه، المعادلات الزمنيه للحركة. شوف مزيان أستاذ، نوريك بعدا كيفاش تلقاو المعادلات الزمنية، وعلى أساس نديرو أن طابلو نلخصو فيه المعادلات الزمنية ديال الحركة. شوف معايا أستاذ، ألوغ أنا اللي عارف واحد القضية، أن أنا عارف أن أجي شكون هو؟ أجي هو دي في جي على دي تي. هادي غنطلع هنا نلقى أن أجي فوا دي تي تتساوي لنا هي دي في جي على دي تي. حنا باش نمسحو الاشتقاق تندخلو دايما التكامل، ندخل تكاملنا وندخل تكاملنا. التكامل ملي تيتلاقى مع في غتلقاه هي في جي، في جي دو تي. هنا غتصوب ليا الدالة الأصلية ديال أج جي، هي أج جي تي زائد في زيرو، زائد في زيرو ديال هادي السرعة البدئية، هادي المعادلة الزمنية الأولى. أنت غير مطالب أنك تبين هادشي. دونك حنا نمشيو للثانية، عارف أن إكس دو تي، حنا عارفين أن إكس دو تي شكون هي؟ إكس دو تي هي في جي دو تي، هي دي إكس على دي تي. إذا دي إكس تساوي في جي فوا دي تي. قلنا باش نحيدو هادشي تندخلو التكامل، هادي غتعطيني إكس دو تي، تكامل الشقاق تيمشيو، تكامل ديال في جي. إذا هي غندير التكامل لما تكون تتساوي لنا في جي
تساوي ليا هي اش جي اش جي تي زائد في زيرو دي تي. شكون هي الداله الاصليه دابا ديال داك ديال هاد اكس دو تي؟ اذا غتعطيك بحال هكا، شوف معايا اكس دو تي الداله الاصليه ديال تي هي تي او كاري على جوج، دونك هي واحد على جوج ا جي تي او كاري زائد في زيرو تي. هذه الداله الاصليه ديال الثابته هي ا اكس، دابا حنا دابا في زيرو هي في زيرو تي زائد ثابته زائد ديك السي، السي هي اكس اكس صفر. دونك هكا تلقاو هكا نورمالمون تلقاو داكشي المعادله الزمنيه، معادله السرعه وهذه المعادله الزمنيه للحركه. حنا دابا غنديرو ان طابلو وغنحطو فيه نحطو فيه بزاف مقارنه بين الحركتين بجوج. دونك هنا تكون عندي حركه مستقيميه متغيرة بانتظام، وهنا حركة مستقيمية منتظمة، حركة مستقيمية منتظمة. واحد أول مرحلة غنهضرو على التسارع، من موراه غنهضرو على السرعة، ونهضرو على المعادلة الزمنية، ونعاود نرجعوا للقانون اللي ممكن نطبقه، القانون المطبق، القانون اللي تطبق عليها. الوغ بداية في التسارع في حالة حركة مستقيمة متغيرة بانتظام، التسارع اش جي، اش جي نورمالمون تيكون تيخالف زيرو، وتيكون إذا كان اش جي موجب، تكون عندك حركة مستقيمية متسارعة بانتظام، ولي كان عندك اش جي سالب تكون عندك انت حركة مستقيمية متباطئة بانتظام. دونك هادي في الحالة ديال اش جي. بالنسبة للسرعة، السرعة تكتب كالتالي بحال غتصوب نتا في جي دو تي تساوي لنا اش جي دو تي زائد في زيرو. بالنسبة للمعادلة الزمنية، هاد في زيرو سميتها السرعة البدئية، السرعة عند تي تساوي زيرو عند أصل التواريخ. اكس دو تي دابا اكس دو تي الداله الاصليه ديال هادي اكس دو تي واحد على جوج ا جي تي او كاري زائد في زيرو تي زائد اكس صفر. اكس صفر هو الافصول عند اصل التواريخ، اكس صفر الافصول عند اصل التواريخ. القانون اللي تنطبقو هنايا، القانون المطبق، القانون المطبق هو نطبق القانون الثاني لنيوتن، سيغما ديال الفورس اكستيريور تساوي لنا ام اش جي. نمشيو للثانيه، هنا في التسارع اش جي غيساوي لنا زيرو، حركه مستقيمه منتظمه ما تيكونش عندك تسارع، السرعة في جي تتكون الدالة الأصلية ديال في جي تكون ثابتة، و إكس دو تي تتساوي إذا قلتوها في سانكيام تتساوي في جي تي زائد إكس صفر. القانون المطبق، القانون الأول لنيوتن، القانون الأول لنيوتن، سيغما ديال فورس إكستيريور تساوي لنا لو فيكتور نول. ألوغ نهضر معاك هنا، في جي تستعمل باش تحسب السرعة ديال شي نقطة، إكس دو تي تنستعملو باش نحسبو المسافة. إذا هنا المعادلة الزمنية أساس ديالها هو أنك تحسب السرعة والمسافة. ألوغ بقالنا دابا استنتاج طبيعة الحركة مبيانيا، هي آخر فقرة، استنتاج طبيعة الحركة مبيانيا.
هنا تحديد طبيعة الحركة، تحديد طبيعة الحركة مبيانيا، تحديد طبيعة الحركة مبيانيا. الوقت في حالة واحد، حالة واحد. شوف معايا مثلا، عطينا في شكل ان، في الشكل اللي قدامنا في جي، وعطيك هنايا الزمن تي، وقال لك اسيدي هذا حدد لي طبيعه الحركه باستعمال المبيان. هو كان الامتحان بعد العام اللي فات ديال البي سي والاس في تي، دائما تيحطوا لهم تقريبا بحال هادشي. هنا شنو غتكتب؟ غتكتب لنا ان في جي، في جي اللي تتساوي اف دو تي، هذه داله كي دايره؟ داله داله خطيه. اذا في جي شكون هي؟ في جي تتساوي لنا ك فوا تي، وانا عارف ان ا جي هو دي في جي على تي، وهي هي ك. هاد كتابت دونك تعطيني حركه مستقيميه متغيره بانتظام. نعاود نقول لك، فين ما يطلب منك طبيعه الحركه خصك تقلب على ا جي القيمه ديالو. خرج زيرو حركه مستقيميه منتظمه، خرجتي خالف زيرو حركه مستقيمه متغيره بانتظام. دابا هذا السؤال تيقول لك حدد طبيعه الحركه وعاد جبد لهم القيمه ديال ا جي. القيمه ديال ا جي هنا لقيناها ك، وك هو المعامل الموجه. اذا ك شكون هو؟ تحديد، تحديد ا جي مبيانيا، هو هذاك ك ا جي غيساوي لنا ك، وتساوي لنا فرق دلتا. بعدا نديرو دلتا، دلتا في جي على دلتا تي، واللي هي فرق ديال ارتوبين، فرق ارتوبين مقسومة على فرق افصولين. الحالة الثانية، حالة اثنان، حالة اثنان ناخذ مثلا عبارة عن دالة تزايدية، دالة تآلفية تزايدية في جي وهنايا تي. لاحظ معايا أن في جي في جي اللي تتساوي اف دو تي، قلنا داله كي دايره؟ داله ا، داله تآلفيه. ملي داله تآلفيه، ملي هذه داله تآلفيه، يعني في جي غتساوي لنا ك تي زائد ك تي زائد بي، وانا عارف ان ا جي شكون هو؟ هو دي في جي على دي تي، بالتالي هي ك. حركه عاوتاني مستقيميه متغيره بانتظام، متغيرة بانتظام بين قوسين، ممكن انك تكتب لنا متسارعة بانتظام، لحقاش هذه دالة تزايدية. هاد القيمة اللي تكون عندك هنايا هي في زيرو، السرعة البدئية، السرعة البدئية. نمشيو كيفاش نلقاو ا جي؟ بنفس الطريقة، ا جي هو فرق ارتوبين على فرق افصولين. ا جي ا جي دايما هو، ا جي دايما هو ك، واللي تساوي لنا دلتا في جي على دلتا، على دلتا تي، وبحالو بحال فرق ارتوبين على فرق افصولين. الحالة الثالثة، حالة ثلاثة، حالة ثلاثة، شوف معايا الحالة ثلاثة اش غنديرو. هاد المرة غتعطينا دالة تآلفية ولكن تناقصية، هنا تي وهنايا في جي. هاد النقطة هادي شوف معايا أستاذ، إلا كملتي المبيان هنايا، هادي هي تي ا، لحظة التوقف، لحظة التوقف تتكون في جي تتساوي فيها زيرو. هاد القيمة هادي في زيرو، السرعة البدئية. إذا هنا بالملاحظ أن في جي شحال تتساوي لنا؟ في جي، في جي
تساوي اف دو تي دالة تا هي تآلفية. في جي شحال غيساوي لنا؟ تساوي لنا ك تي زائد بي في هاد الحالة ك غيخرج سالب، التسارع غيخرج سالب. حنا عارفين أن اش جي هو دي في جي على دي تي واللي هي ك، وتعطيني حركة مستقيمية متغيرة بانتظام تا هي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. نتبعو الله يرضى عليكم. في الحالة عاوتاني غيقول لك جبد اش جي، اش جي هي نفس القيمة اللي درنا تما، دلتا في جي على دلتا تي، بلا ما تبقى معدل براسك معاها، فرق أرتوبين على فرق أفصولين. في الحالة الرابعة، الحالة الرابعة شنو تيكون عاطيك أستاذ؟ تيكون عاطيك هنا مثلا، هنايا إكس، وتيكون عاطيك هنايا تي أو كاري. شنو تدير نتايا؟ إكس تيكون عاطيك هنا إكس وهنا تي أو كاري، تقول لي أن إكس اللي تتساوي إف دو تي أو كاري دالة خطية، ياك؟ من سيدي دالة خطية يعني إكس يساوي ك فوا تي أو كاري. أنا عارف أن أش جي شكون هو؟ هو دي إكس أو كاري، على دي تي أو كاري الشقاق الثاني. نمشي نصوب الشقاق الأول، هو دي إكس على دي تي، درتي هذا الشقاق الأول هو جوج ك، جوج ك تي، ولكن إذا درتي لها الشقاق الثاني، دير لهذه الشقاق الثاني غيعطيك هو جوج، ك. هاد العدد شكون هو؟ هاد العدد ثابت، راه ثابت كونستون، باش تبقى دايما حركة مستقيمية متغيرة بانتظام، كيفاش غنجبد اش جي دابا؟ اش جي شوف أستاذ كيفاش غنجبد اش جي؟ قلنا راه هو أول حاجة غنجبدو كا، كا هو دلتا إكس على دلتا تي أو كاري، يعني دايما فرق أرتوبين، على فرق أفصولين. بعد ما تجبد كا أش جي راه هو جوج مضروبة في هاد كا لي غتخرج ليك، الوحدة ديالو المتر سكوند موان دو. حالة خمسة، في الحالة خمسة ممكن يعطيك هكا، شوف ممكن يعطيك في جي هنايا ويعطيك تي هنايا ويقول لك هكا. مثلا حنا عندي في جي هنا كيفاش تساوي؟ اف دو تي دالة ثابتة، إذا دي في جي على دي تي غيساوي لنا زيرو، لحقاش هذه دالة ثابتة، وهنا هي الحالة الوحيدة اللي متغيرة، من تكون السرعة ثابتة تيكون التسارع اش جي اللي تساوي دي في جي على دي تي تساوي زيرو. بما ان اش جي تساوي زيرو تعطيني حركة مستقيمية منتظمة. وبه السلام، درس ديال قوانين نيوتن انتهى، الله ييسر اموركم. ناخذ هذا كتطبيق، المعادله، المعادلتين الزمن، معادله السرعه المعادله الزمنيه. نعطي نعطيك انا في واحد الجسم ينطلق من ا ليصل الى ب، نعطي اش جي 2 متر سكوند موند، ونعطيك مسافه ا بي هي 100 متر. ينطلق اس بدون سرعه بدئيه من ا ليصل الى ب بسرعه في بي. سؤال احسب قيمه في بي، في هذه الحاله هذه تنستعملوا معادله السرعه في دو تي اللي هي اش جي تي زائد في زيرو، والمعادله الزمنيه اكس دو تي 1 على 2 اش جي تي او كاري زائد في زيرو تي زائد اكس زيرو. هذه الداله الاصليه هذه، وفي راه هي المشتقه ديال اكس دو تي. اول حاجه نحدد عند تي تساوي زيرو، لاحظ معايا ان في زيرو راه هو في ا، ينطلق بدون سرعه بدئيه من ا، في زيرو هو في ا اللي غتساوي لنا زيرو. هنا ناخذوا هذه اصل التوارث، هنا كاين عندي تي تساوي زيرو، في زيرو هي في ا غتساوي زيرو، واكس زيرو راه هو اكس ا، في هذه الحاله ممكن تعتبر راه تساوي زيرو، لحقاش هو اصل، المعلم ديال الفضاء. غيقولوا عندك المعادلتين الزمنيتين في دو تي بحال هكا، اش جي تي و اكس دو تي هي 1 على 2 اش جي تي او كاري، بعد ما غنحيدو في زيرو.
حتى اللي تساوي زيرو اللي اعتبرنا انها تساوي زيرو بغيت تكتبها اكس اخر لا اكس ا. من بعد انا اللي مطلوب مني هو نحسب السرعه بي. دابا بدينا بهذا الموضع تي زيرو هو الموضع ا البديه. دابا غنديرو عند اللحظه تي بي. عند اللحظه تي بي شنو تيوقع؟ تولي هذه سميتها في بي ا جي تي بي، وهذه اكس تولي سميتها اكس بي واحد على جوج ا جي تي بي او كاري. دابا اكس زيرو ملي تجي هنا تعطيك المسافه ا بي تساوي لنا واحد على جوج ا جي تي بي. خليوها من الاحسن خليوها انت اكس ا مثلا اكس ا هنايا هنايا واحد على جوج ا جي تي بي حيت اكس بي ناقص اكس ا هي المسافه ا بي واحد على جوج ا جي تي بي او كاري. انا دابا باش نحسب في بي هادي عندي ما معروفاش غنجبدها من هنايا. انايا عندنا هنايا تي بي تساوي لنا جوج ا بي على ا جي وغندير ليها جذر مربع. اذا في بي شكون هي؟ في بي راه هي ا جي فوا جذر مربع جوج ا بي على ا جي. بالتالي شنو غنحصل؟ غنحصل على في بي تساوي لنا جذر مربع الا بغيتي تقاد مزيان الا دخلت هذه او كاري غتولي عندك جوج ا جي فوا ا بي. بعد تطبيق العدد غتلقى هي 20 متر سكوند موانزا. الحالة الثانية غناخدو كمثال ديال الحالة وحدة أخرى، ناخدو أجي ني تتساوي أجي تتساوي جوج متر سكوند موان دو، وغناخدو المسافة السرعة في أ تتساوي ربعة متر سكوند موان ز، وغناخدو حدد المسافة أ بي علما أن السرعة عند الموضع في بي هاد المرة نعطيك السرعة هي خمسة مثلا خمسة متر سكوند موان ز. غنعطيك أجي تتساوي جوج متر سكوند موان دو و في 4 متر سكوند موانزا. حدد المسافة ا بي علما ان السرعة عند الموضع بي هي في بي تساوي 5 متر سكوند موانزا. غنعاودو نكتبو نفس الخدمة غيتبدلو لنا شي حوايج. عند اللحظة تي تساوي غتكتب عاوتاني المعادلة الزمنية عند اللحظة تي تساوي زيرو في زيرو هي في ا ماشي زيرو و اكس زيرو راه هو اكس ا بلا ما دير له دابا زيرو راه هو نورمالمون زيرو قبل ما ديرها. في دو تي تساوي ا جي تي زائد في ا حيت في ا هي في زيرو وهادي واحد على جوج ا جي تي زائد في ا تي زائد اكس ا. ملي غنمشيو للموضع اللي حنا بغينا عند الموضع بي شنو وقع لنا عند الموضع بي؟ عند الموضع بي شنو تيوقع؟ هادي غتولي سميتها قلنا هي في بي تساوي لك ا جي تي زائد في ا، وهادي اكس دو تي غتولي سميتها اكس بي تساوي لك واحد على جوج ا جي تي بي او كاري زائد في ا تي بي زائد اكس ا. فهاد الحالة هادي شنو غيكون عندنا أستاذ؟ لاحظ معايا هنايا، هنا اللي ما معروفش عندك نتايا هنايا اللي ما معروفش تبع باش تحسب انت المسافة ا بي اللي غتجي هنايا. انت عندك المسافة ا بي غتولي تساوي لك واحد على جوج ا جي تي بي او كاري زائد في ا تي بي. ما معروفش عندنا تي بي، تي بي ملي غنجيبوها غنجيبوها من العلاقة ديال السرعة. انايا شنو عندنا في العلاقة ديال السرعة؟ عندك العلاقة تي بي غيساوي لك في بي ناقص في ا، في بي ناقص في ا مقسومة على ا جي. غنمشي نعوض هنايا تعطيني المسافة ا بي تساوي ليا واحد على جوج اج ا جي تي بي شكون هو؟ هو في بي ناقص في ا على ا جي او كاري زائد في ا عامل عاوتاني في بي ناقص في ا على ا جي. الطريقة كيفاش غنكملو؟ نكملو هنايا الطريقة كيفاش غنكملو؟ غتحسب ا بي هنايا نورمالمون راه إلا كان عندك تطبيق عددي ممكن دير تطبيق عددي هنايا، كاين بعض المرات تيطلبو منكم بعض العلاقات. دونك هنايا العامل المشترك إلا ولات هادي أس اثنان غتصبح العلاقة تما هي في بي ناقص في ا أس اثنان على اثنان ا جي بعد ما تختزل زائد غنديرو توحيد المقامات هنايا تولي عندك جوج في بي عامل لي في بي ناقص في ا على جوج ا جي. بعد ما درنا عملية ديال التوحيد
المقامات هذه فئه. اذا العامل المشترك هو في بي ناقص فئه على جوج اش جي، عامل لي في بي ناقص فئه زائد جوج فئه. بعد الحساب ديالنا، هذه تعطينا هي في بي ناقص فئه زائد فئه، هي في بي ناقص فئه او في بي زائد فئه متطابقه هامه، هي في بي او كاري ناقص فئه او كاري سور جوج اج. هي نورمالمون هي العلاقه المستقله عن الزمن اللي كتقراو نتوما شحال هذه اللي كانت في البروغرام القديم، ولكن دابا ما عندكش الحق تطبق العلاقه المستقله على الزمن. من بعد تدير تطبيق عددي وتتلقى المسافه اب بشحال. هذا كان هذا هو الدرس ديال القانون نيوتن بصفه عامه. هذا كان اخر مثال ان شاء الله، الله ييسر الامور.